السعادة والزميل محمد بن بريك المري. نستمر مشاهدينا الاعزاء والحفل الكريم اشواطنا المثيره على الهواء مباشره، حيث ينطلق في هذه اللحظات هذا الشوط الاول الرئيسي الخاص بانتاج هجن اصحاب السمو وسعاده الشيوخ. مقدمه الشوط ناموس الانتاج لمن من هذه العزب المنتجه، لمن من هذه المؤسسات العملاقه. ناموس الانتاج غير 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 يا مضمرين، غير يا جماهيرنا الاعزاء. مقدمه الشوط تاريخ على المركز الاول لهجني ام الزبار، يضمرها ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني. ننتقل الى المركز الثاني حيث تصل الجساسيه لهجني ام الزبار مع جابر بن علي النجم. المركز الثالث ومن تتقدم فيه امجاد لسعاده الشيخ جاسم بن عبد الرحمن بن سعود ال ثاني، و المضمر لم نتعرف عليه، بينما المركز الرابع تتقدم ويضمرها محمد بن علي بن حسين بن جرحب، هو من يضمر أمجاد. أو يضمنها حمد بن محمد بن جرحب. المركز الرابع ومن تتقدم في المركز الرابع تصل في هذه اللحظات حور لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد، يضمنها محسن بن فراج. ولكن أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى المركز الأول. تعويض، خطفت المقدمة تعويض. شوط الإنتاج مهم لهجني أم الزبار، مهم للمنتجين، مهم للمنتجين. الله يا سلام، تعويض تعويض. يلا يا ابو جابر سلالتها، سلالة تعويض، عطني سلالة الفائز يا صديقي يا ابو جابر. المركز الاول ما زالت تعويض على المركز الاول من هجري ام الزبار، يضمرها مبارك مسرير. ولكن ارى التسلل في هذه اللحظات، شوط الانتاج مع ام الزبار، ولكن 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 امجاد امجاد سعادة الشيخ جاسم بن عبد الرحمن الثاني، حمد بن محمد بن جرحب في التضمير، ولكن هجري ام الزبار وهج سعادة الشيخ جاسم بن عبد الرحمن. ناموس الانتاج مع ام الزبار، مع تعويض مع تعويض مع تعويض حتى هذه اللحظات. شوط الانتاج ما يتعوض يا الوحش، ما يتعوض يا الوحش. ناموس الانتاج، الله سلام يا ام الزبار، سلام سلام يا انتاج ام الزبار، سلام. تعويض تنتزع شوط الانتاج الرئيسي، تنتزع هذا الشوط الحساس مع الوحش مع الوحش مع الوحش. الخطوره الخطوره، ولكن ولكن الله بن دانوب بن دانوب لهجني ام الزبار. تهانينا والناموس على فوز تعويض بن دانوب لهجني ام الزبار بالمركز الاول وبناموس الانتاج الرئيسي. التهاني للوحش مبارك بن محمد بن صرير. المركز الثاني، المركز الثاني وصلت فيه امجاد لسعادة الشيخ جاسم بن عبد الرحمن ال عبد الرحمن الثاني مع المضمر حمد بن محمد بن جرحب. المركز الثالث، المركز الثالث حور لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد ال ثاني، مضمر محسن بن علي بن فراج. المركز الرابع، المركز الرابع تاريخ لهجن ام الزبار مع ناصر بن حمد الشهواني. المركز الخامس، المركز الخامس تشريف لهجن ام الزبار مع فرام بن محمد بن قريع. المركز الخامس من اسمها بنت مشرف تشريف. عموما هذه بن دانوب، دانوب راعي الانجازات، راعي الرموز اللي صال وجال في كل مكان، يقوم راس وينتهي راس. وهذه بنت بالفعل دانوب من الزمول التي وضعت لها موطئ قدم عند عشاق رياضة الهجن وبالذات المنتجين. هذه بنته وصلت قطعت المسافة في دقيقتين 59 ثانية، 29 جزء من الثانية. وناموس الانتاج يا هلا ام الزبار، تستاهلون ناموس الشوط الرئيسي للانتاج. حقيقة مؤسسة عملاقة يشكرون على جهودهم الجبارة. التهاني ايضا لمبارك بن محمد بن صرير من قدم تعويض في هذا الشوط في التضمير. المركز الثاني اللي ما قصرت حقيقة، قدمت هارت تشكر عليه وقطعت المسافة امجاد في دقيقتين 59 ثانية، 51 جزء من الثانية. نهني سعادة الشيخ جاسم بن عبد الرحمن بن سعود بن عبد الرحمن آل ثاني على ناموس الانتاج الطيب اليوم.
وصيفة الشوط الرئيسي للإنتاج. الثاني أيضا لحمد بن محمد بن جرحة بالمركز الثالث. وصلت في المركز الثالث تيجان، قطعت المسافة في 3 دقائق بدون ثواني، 53 جزء من الثانية. تهانينا أيضا لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد آل ثاني.